يتبرص من مسؤوليته ويقول انا مجبرت الخدمه ودابا ما عندنا ما نديرو هذا الاجتماع معقد باسم جمعية أول حريات بتعاون مع جمعية نساء الجنوب حول الإشكالية ديال الأسر المغربية في التنوع ديالهم في واحد المغرب اللي هو يتحول. هذا عمل اللي ما بديناش اليوم بل هذه سنتين وحنا كنشتغلوا عليه، وقمنا ببحث ميداني في مجموعة من المناطق ديال المغرب بمساعدة ديال الخبراء وخبيرات اللي ساعدونا سوسيولوجيا واقتصاديا وقانونيا اللي ساعدونا على معرفة الواقع العميق ديال الأسر. وانطلقنا من الدراسة اللي كتبين، دراسة دولية اللي كتبين بأنه الأسر النووية ماشي هي الأسر الوحيدة اللي كاينة، كاين الأسرة النووية وكاين الأسرة الممتدة، ولكن كاين أنواع كبير من الأسر اللي فيه مع الأسف النساء يعني متروكات لأمرهم، مطلقات، معلقات، مجوجين بالفاتحة ولكن تلقوا راسهم بوحدهم، أمهات عازبات، طفل، جوج الأطفال، ثلاثة الأطفال اللي هما كيعيشوا مأساة كبيرة واللي هما غير معترف بهم فيما يخص السياسة العمومية وفيما يخص الاستفادة من العطاء الجماعي اللي يمكننا نقولوا ديال البلاد ديالنا. وهذا يعني حيف من ضمن الاسباب ديال الحيف اللي كيعاني منها النساء. نحن يعني منخرطون في هذا رفقه الجمعيه يعني في هذا المضمار، يعني من خلال يعني المطالبه باقرار تعديلات جديده على مستوى مدونه الاسره التي نحن مقبلون على يعني اعاده وضع مدونه جديده، وبالتالي نحن منخرطون من اجل يعني اقرار مقتضيات جديده تحمي حقوق الاطفال، تحمي حقوق النساء وتتلائم ويعني ما صدق عليه المغرب من اتفاقيات دوليه ومواثيق دوليه ويعني وتتلائم مع المنظومه الكونيه لحقوق الانسان. احنا تلقينا من هذه الدراسه يعني عملنا واحد المذكره اللي كتحتوي على 100 ديال التوصيات، من ضمن هذه 100 ديال التوصيات هما يعني مصنفه على واحد المجموعه ديال الاهداف. الهدف الاول هو معرفه دقيقه للاسر المغربيه، مع العلم على انه لقينا انه المندوبيه الساميه للتخطيط كتعطينا بعض الاحصائيات اللي هي مهمه، ولكن هذه الاحصائيات حتى هي عندها تاثير ديال الفكر الابيسي اللي كيعتبر مثلا انه رب الاسره هو اللي كاين، زعما رب الاسره كيقول لك انه 16-17% من الاسر كتعيلهم امراه، وانه 83% من الاسر كيعيلهم رجل، وما كيقولوناش شحال ديال الاسر اللي فيهم المراه والراجل بجوج كيخدموا، بجوج كيصرفوا. اذا هذا كيغير الواقع ديالنا. وزيد كنقولوا حتى النسبه ديال النساء الناشطات، كنقولوا 20% من النساء الناشطات، كنقولوا 80% من النساء غير ناشطات، يعني انه وهذا ماشي صحيح، كيعطينا واحد الانطباع لانه النساء غير زايدات، غير ما يعني جالسات وصافي ما كيديروا والو، ما كاين عدم الاعتراف بالمجال ديالهم. اذا حنا كنطلبوا باش يكون معلومات احصائيه حقيقيه، وانطلاقا من هذه الاحصائيات كذلك نعرفوا الاشكاليات. مثلا هذه الاسره الممتده كيكون فيها شخص مسن، كيكون فيها شخص معاق، تيكون فيها يعني طفل كفيل، كيكون فيها وهذا الشيء كله العبء ديالو كتحملهم المراه، ولكن ما كاينش الاعتراف. هذا الشيء كله كيطلب منا اذا اعاده النظر في التسير ديال الاسره. جولتنا المستمره في اطار الدراسه حول الاسر المغربيه كتزامن اليوم في اكادير مع الخطاب ديال الشارع حول تعديل مدونه الاسره، وكان لابد لي انني نستغل هذه الفرصه هذه باش ننادي من اجل انصاف الطفوله المغربيه من خلال هذا التعديل هذا. آن الأوان أننا نناقش المسائل المرتبطة بالطفل المتخلى عنه، الطفل المجهول النسب، باش نعطوه النسب ديالو، لأن هذا حق طبيعي، حق بيولوجي، ما عندنا شيء علاش نقدروا نحرموه من هذه الإمكانية هذه.
الطفل من حقه أنه يعرف شكون الأب البيولوجي ديالو، وبالتالي خصنا ما أمكن أننا نديرو تعديلات من خلال مدونة الأسرة باش ما نبقاوش نميزو ما بين الطفل الشرعي والطفل غير الشرعي، باش يبقاو الأطفال سواسية في القانون وفي الحقوق كيف ما نص عليها الدستور ديال المملكة. مهما كانت الوضعية ديالهم الاجتماعية فهم سواسية في الحقوق. القضية ديال الأسرة مفروض أنه تكون فضاء ديال الاطمئنان وديال السلام وديال التضامن للجميع، ولكن الواقع هو أنه كاين العنف، العنف ضد النساء معترف به، أنه كاين 57% من النساء اللي عانوا من العنف، و55% من هذه الحالات داخل الأسر المغربية. إذن هذه الأسرة ولات جهنم بالنسبة للنساء اللي كيعانيو منها، وكذلك الأطفال هما كيعانيو من هذا. إذن خصنا كذلك نشوفوا كيفاش نديروا باش نحيدوا هذا العنف. إلا بغينا نحيدوا العنف خصنا نحيدوا التمييز، التمييز هو كاين في المدونة. إذن إصلاح المدونة، إصلاح القانون الجنائي اللي هو مصدر ديال العنف ومصدر ديال ما كيحميش النساء من العنف، كيجعل التطويع مع الاغتصاب مثلا فقط 3% من النساء اللي هما ضحايا الاغتصاب هما اللي كيمشيو يشكيو، وهادشي حسب ارقام رسميه. اذا تنقولوا بانه المساواه هي اللي من شانها انها تعالج هذه الظواهر المتعلقه بحريه الفرديه، متعلقه بمجموعه من الامور، خاصه اننا عندنا دستور اللي هو اعلى قانون في البلاد اللي كينص على المساواة، وعندنا كذلك التزامات تجاه الاتفاقيات الدولية اللي هي ممكن أنها يعني كاين التزام بالملائمة ما بين القوانين وما بين هذه الاتفاقيات الدولية. هذه الندوة ديال اليوم كانت مناسبة لتقديم يعني توصيات ولا مختلف الخلاصات التي أتت بها مذكرة التي يعني أصدرتها جمعية أول الحريات على يعني الجمعية المتواجدة بمدينة الرباط. ومناسبة هذا اللقاء هو الحضور من أجل عرض هذه التوصيات ومن أجل مناقشتها وإبداء رأي ديالها، خاصة من طرف الجمعيات العاملة في مجال النساء في مجال الطفولة على مستوى جهات سوس ماسة. جانب واحد آخر هو كيفاش يمكننا نساعدوا على التماسك ديال الأسر المغربية. التماسك ديال الأسر المغربية خاصها تكون على أساس المساواة، التربية على المساواة، التربية على الاحترام المتبادل، يعني هذاك المساواة هي اللي كتعطي التوازن واللي كتعطي واحد الجو ديال الاطمئنان وديال العداله داخل الاسره. والجانب الاخر هو المساله ديال الاستفاده من الحمايه الاجتماعيه، لانه جميع السياسات العموميه اللي كتقوم بها الدوله دائما كتعتمد على نفس النموذج، انه الرجل هو رب الاسره، ولا نفعت الراجل هادشي غادي ينعكس على الاسره. وهذه المقاربه ماشي صحيحه، المقاربه خص تاخذ بعين الاعتبار الرجل والمراه والاطفال، وانه السياسات العموميه تكون كتحرص على انه الاستفاده تكون متساويه بين النساء والرجال، لانه هذا اكيد انه غادي ينعكس ايجابيا على الاطفال. وفي الاخير كان اجراءات مرافقه بحال الاليات اللي دارها الدستور، بحال هيئه المناصفه ومناهضه كل اشكال التمييز، بحال المجلس الاستشاري للاسره والطفوله. هذه دابا 11 عام ولا 12 عام باش داهم الدستور، ولكن مازال ما خرجوش لارض الواقع. لابد انه الدوله يعني تدير هذه الخطوه هذه، وهادشي كله كيجي في عندنا امل كبير من خلال الورش الحالي ديال الاصلاحي اللي اعلن عليه صاحب الجلاله في الخطاب ديالو يعني في الرساله الملكيه ديالو ديال 26 سبتمبر وبعد الخطاب ديال عيد العرش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.